طيب اكيد حديثنا عن المونديال مستمر مع حضراتكم، لسه في كلام كتير جدا هنقوله، وفي كلام لازم نتكلم عنه كمان في المباريات اللي فاتت، المفاجآت الجميله اللي المغرب كمان لحد دلوقتي بتقدمها، وغير كده كمان من التوقعات للي جاي ومين يمكن الاقرب لي يعني المباراه النهائيه. طب وماتش المغرب وفرنسا ايه الدنيا هتمشي ازاي؟ طب انجلترا وفرنسا هل كان متوقع فوز فرنسا ولا لا؟ خلينا كل ده نتناقش فيه، بس نرحب في البدايه بالناقد الرياضي وضيفنا العزيز استاذ احمد شريف. بونجور. بونجور. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك ومنور الدنيا كلها. اهلا بيك معانا. اسمح لنا نبتدي معاك بالعظمه اللي المغرب بتعملها. أكيد. دي لازم يتوقف عندها شويه حلوين طبعا. ونتامل الانجاز، وخصوصا زي ما كانت نواد بتقول من شويه، انجاز بالكيفيه دي ما ينفعش يكون جه صدفه. كان ممكن نشوفها في ماتش او حاجه، لكن ان يبقى في استمراريه واستدامه على نفس المستوى العالي والاداء المفاجئ لكل الناس، يعني الحقيقه حتى اكثر المتفائلين تفاؤلا كان صعب يتخيل ان احنا بنتكلم دلوقتي على ان المغرب في المربع الذهبي. صحيح. كيف رايت اللقاء الامس بين المغرب والبرتغال؟ هو للامانه انا كنت متوقع المغرب حتى تجاوز البرتغال، بس اللي ما كنتش متوقعه اصلا من البدايه ان المغرب تقدر توصل للمرحله دي. دور الثمانيه وانت تقدر توصل للدور قبل النهائي، ده اكيد ما كنتش متوقعه. بس خليني اقول لك ان انت بتتجاوز كرواتيا، بتتجاوز بلجيكا، تقدر انت تعدي بكلين شيت من الماتشين، ده ما يعني صعب جدا على منتخب عربي او افريقي ان هو يقدر يعمل كده مع وصيف بطل العالم ومع ثالث العالم. صحيح. الهدف الوحيد اللي دخل مرمى المغرب في البطوله لغايه دلوقتي من كندا وهدف عكسي. حتى الان ما فيش مهاجم. احنا المغرب مسيرتها لغايه دلوقتي كرواتيا، بلجيكا، نسيب كندا على جنب، يعني بقى استثنائية كده. اسبانيا، البرتغال، اربعه من عمالقه اوروبا، اربعه من اقوى خمس او ثمان منتخبات في اوروبا. صحيح. الاربع منتخبات دول ما فيش ولا منتخب فيهم ما فيش مهاجم قدر ان هو يسجل ايا كان الاسماء. انت بتتكلم على البرتغال منتخب كريستيانو. طبعا. اسبانيا عمالقه التيكي تاكا في العالم، اللي هو بيجريك ورا الكوره 90 دقيقه. طبعا. ما فيش بمهاجمه طبعا. صحيح. مراتا، ما فيش اهداف تدخل مرمى المغرب. بلجيكا بصناعه اللعب، هازارد ودي بروين اللي هو بيوصل طبعا. اي مهاجم في العالم للجون ممكن يوصله في المباراه ثلاث واربع فرص تهديفيه. صحيح. ما بيقدروش ان هم يتجاوزوا دفاع المغرب. دي كده انت بتتكلم على منظومه. منظومه بتدافع يعني، او بتلعب، مش عايز اقول بتدافع، هي بتلعب بستايل صعب اختراقه. فكره انت تلعب ب 4 1 4 1 قدام كل المنتخبات، ما بتغيرش اسلوب لعبك، ما بتغيرش طريقه لعبك بناء على الخصم. انا حفرض اسلوبي، حفرض الطبع بتاعي. وجود لاعب زي مرابط لوحده في مركز محور الارتكاز، مغطي ورا الاربعه اللي هم اللي بيلعبوا ورا المهاجم وليهم ادوار دفاعيه اكيد وبيرجعوا يغطوا، بس الستايل والتحركات جوه الملعب بتحسسك ان انت بتدافع بال 11 لعيب. وفجاه امبارح بالظبط، امبارح كان في تحول عظيم قوي في هجمه اتعملت في الشوط الثاني، احنا لقينا فجاه المغرب رايحه بخمس لعيب على مرمى البرتغال. ده كده انت بتتكلم بقى في ستايل، بتتكلم في منظومه. المبرر بتاع ان المدرب بيبقى مزنوق قبل البطولات وان ثلاث شهور مش كفايه والكلام اللي بيتقال ده اتقتل. ايوه صح. المغرب الرجراجي بيعمله، اصل هو ما لحقش ياخد على المنتخب، اصل مش عارف المنتخب ما خدش عليه. لا، المدرب الشاطر شاطر. صح. واللعيب المبررات دي بقى كفايه بالظبط يعني. واللعيب اللي متاسس ومتربي صح، سواء في اكاديميته في بلده او في اوروبا، في فرنسا وفي هولندا وفي في الدول اللي لعيبه المغرب بتلعب فيها، بيخليه يندمج مع المنظومه بسرعه جدا. ومبقاش غريب كمان عن الكره الاوروبيه باي شكل. طبعا هو صحيح. متعود على الجو ده ومتعود على اللعيبه دي وبيقابلهم على طول. انت عايز اقول لك، انت امبارح احنا المغرب بتلعب في غياب مزراوي، نايف اكرد، وسايس مصاب، واضطر يعني الرجراج ان هو يبدله مع بدايه الشوط الثاني. بتتكلم منظومه زي دي بيغيب منها ثلاث لعيبه في الخط الدفاعي، ثلاثه في الخط الدفاعي وما تحسش انت. صحيح. اليوميك امبارح بيلعب، احنا الاسم جديد علينا. ولعب في النهايه مش في فريق كبير في اوروبا، وبيلعب في بلد الوليد. عندك عطيه الله لعيب محلي اصلا في الوداد المغربي، بيلعب في مركز الباك مكان مزراوي. هل حد حس ان في اختلاف في الخط الدفاعي للمغرب امبارح؟ نهائي. وقدام مين؟ قدام رونالدو وكتبته وبرونو وجواو فيليكس واللعيبه دي كلها اللي هي بتخترق اي دفاع في العالم بمنتهى السهوله مع انديتها، او حتى مع منتخب البرتغال. انت بتتكلم منتخب البرتغال هو في النهايه مرشح ان هو يفوز بكاس العالم. صحيح.
ولا وعندهم ياسين بونو كحارس مرمى اكثر من رائع بصراحه طبعًا. رغم صغر سنه بس هو يعني بتحس احترافيا في ليفل تاني خالص سابق طبعًا. بجد. والتواجد في نادي زي اشبيليه بتلعب في الدوري الاسباني بتلعب قدام ريال مدريد بتلعب قدام برشلونه بتلعب قدام فالنسيا بتلعب قدام الفرق الكبيره اللي موجوده في اسبانيا دي كلها يخليه اكيد طبعا يعني الموضوع بالنسبه له سهل وسلس. في حاجات بيوقع قلبنا فيها شويه ياسين بونو في بعض المباريات وفي يعني كرات ممكن يتاخر في الخروج عليها لكن في الكرات الصعبه طبعا عظيم حارس مرمى عظيم وفي ركلات الترجيح طبعا ممتاز. طبعا ممتاز. هو القوه الاكبر بتاعته اصلا هي في ركلات الترجيح ومفيش حارس عربي او افريقي قدر ان هو يعني حتى ركلات الترجيح بيطلع فيها كلين شيت صحيح. عمرها ما حصلت ما شاء الله طبعا عمرها ما حصلت قبل كده في كاس العالم. حلو جدا. بص احنا هنتكلم عن المغرب وفرنسا بس خلينا الاول نتكلم عن امبارح عشان نكون خلصنا ماتشات امبارح. فرنسا وانجلترا مباراه كانت برضو صعب انك تتوقعها لان انجلترا كانت مستواها رائع هذا المونديال وفي نفس الوقت فرنسا هي فرنسا رغم حتى الغيابات الموجوده سواء كريم بنزيما او غيره بس فرنسا هي فرنسا وميبابي عامل شغل غير يعني فوق الرائع بصراحه صحيح. حاجه فظيعه. وامبارح الرياكشن بتاعه لما ضاعت ضربه الجزاء يعني بص حاجه يعني تلقائي جدا يعني مش يداري يجيبها يعني بالشياكه لا الراجل كان شمتان شمتان يعني وحقه في الاول في الاخر حقه طبعا هو هيكسب الماتش بس كنت متوقع النتيجه دي مع بدايه البطوله انا شايف ان منتخب فرنسا ومنتخب البرازيل هم اقوى منتخبين في البطوله اداء ومستوى وثبات لغايه بس دور الثمانيه الموضوع اختلف تماما يعني مش هتكلم على البرازيل دلوقتي يعني ممكن نبقى نجي لها في وقت تاني بس منتخب فرنسا يعني ما كنتش شايف حد قادر يقف قصاده كنت شايف النهائي فرنسا برازيل او فرنسا ارجنتين يعني اللي هيكسب البرازيل والارجنتين في السيمي فاينال هيصعد يلعب فرنسا في النهائي. فرنسا هو الاكثر منتخب ثباتا وقوه في البطوله لعيبه بلاي ستيشن احنا بنتكلم ما فيش دفاع قادر ان هو يوقف السرعه بتاعت امبابي السرعه بتاعت ديمبلي وان كان يعني الفينش عند ديمبلي يعني ما ان شاء الله في ازمه قالوني وقفهم عند حدهم يا رب يا رب طبعا اتمنى رغم اكيد بص هقول لك على حاجه لو هنتكلم على ماتش فرنسا والمغرب يعني سريعا كده خلاص انت وصلت لمرحله انت ما فيش اي ضغوط عليك كمنتخب مغربي الضغط على فرنسا بالمناسبه اللي عايز يكسب اللقب هو منتخب فرنسا احنا المغرب واقعيا هو مش مطالب انه يكسب كاس العالم ومش مطالب انه يوصل للنهائي ليه مش مطالب الطبيعي للمنتخبات العربيه والافريقيه ان انا بحاول اكسب ماتش اوصل لدور ال 16 اروح دور ال 8 هنفضل كده لغايه امتى برضو يا مسيو احمد هنفضل معاكي انا معاكي وما بحبش بقى. النظريه دي وما بحبش بالمناسبه النظريه دي بس هو الواقعي ان انا منتخبات افريقيا والعرب مش من اقوى 8 منتخبات في العالم مش من اقوى 4 منتخبات في العالم فكون ان انا اوصل المرحله دي انا شلت اي ضغط من عليا انا عملت اللي عليا وزياده انا اللي عليا ان انا اوصل دور الثمانيه ده انجاز وده اعظم انجاز اتعمل في تاريخ المنتخبات الافريقيه نعم غير مسبوق طبعا عمره ما طبعًا. يعني اكبر انجاز للمنتخبات الافريقيه ان السنغال لما وصلت لدور الثمانيه في 2002 وما قدرتش انها تتاهل للسيمي فاينل فانا كده عملت اللي عليا وكفيت ووفيت طبعا فكره وصولي للدور قبل النهائي انا كده خلاص عديت طبعًا. بقى يعني طبعًا. اقصى ليفل انا ممكن اوصل له انا ما فيش اي ضغط عليا الضغط عند اللي عايز ياخد اللقب فبالتالي دي ممكن تكون حاجه اساسا في صالح المنتخب المغربي ان انا نازل بقى بس انا مش شايفه مع احترامي هختلف بشكل ودي يعني لا براحتك طبعا ان انا اعتقد المغرب بعد ما وصلت لهذه المرحله هي دلوقتي عندها الرغبه في الفوز اصبح اضعاف اضعاف ما حضرتك بتتكلم عندي الرغبه في الفوز خلاص بس انا مش مضغوط عشان اكسب لا بالعكس يعني انا قدرت اكسب اهلا وسهلا اكيد ما حدش نازل يخسر بس بعد الفوز وبعد الانتصارات والليفل اللي وصلت له والدعم اللي لقيته والتشجيع الثقه اكيد زادت وبالتالي الطموحات زادت وبالتالي بقى سؤال هو انا صغير عليها يعني ولا ايه ابتدى السؤال ده يجي في الاذهان فانا بشوف بالعكس دلوقتي يعني المغرب ممكن تكون اضعاف ما دخلت عندها الرغبه ان هي تفوز بالمغرب يعني جيتوا للحق انتوا الاثنين بتتكلموا صح يعني الزاويه اللي حضرتك بتتكلم عليها انا فاهمها كويس جدا ومدرك يعني ان تقصد ايه بكلمه كتر خير الدنيا قوي لغايه كده فاهمها وفي نفس الوقت برضو النقطه اللي بتتكلم فيها نهاوند فعلا حقيقيه ليه لان خلاص انت وصلت بالفعل لمستوى غير مسبوق بقيت من خلاله حديث العالم كله ده ممكن يزود جواك الدافع والحافز ويخليك برضو مضغوط على عكس رؤيتك
لا انا ما اظنش ان المغرب هيبقى مضغوط. انا صعبه عليا ان انا تبقى اللعيبه مضغوطه انها عايزه تاخد كاس العالم، هتحط ان هي نفسها اصلا في لود هي مش المفروض انها تكون موجوده فيه. وبالمناسبه المغرب وصلت للسيمي فاينال علشان تصدرت مجموعه على كرواتيا وبلجيكا، ودي بتاكد النظريه برضو. أيوة. بالمناسبه ان أيوة. الهواند بتتكلم فيها ان انا لما اتصدر على وصيف بطل العالم وتالت العالم، طب ليه انا ما اكملش؟ مجموعه صعبه بس جدا. هو في ميزه عند المنتخب المغربي انا مش عايز ان هو يفقدها قدام فرنسا، ان هو حرفيا بقى يعني واخد البطوله ماتش بماتش. فعلا دي صحيح. انا وصلت دور ال 16 وعديت الدور الاول انا كده تمام. على فكره حتى المدير الفني وليد الركراكي قال كده في مؤتمر من المؤتمرات. بالظبط بالظبط. انا خلاص هلاعب اسبانيا، بلاعب منتخب مرشح ان هو ياخد البطوله، طب ما تيجي نجرب نتجاوز اسبانيا وبيعدي اسبانيا. صح. هو هي مش ما تيجي نجرب بالمعنى الدارج بتاعنا، هو بيشتغل عليها طبعا. هو بيشتغل عليها وبيعمل اللي عليه واللعيبه بتعمل اللي عليه. طب احنا عدينا اسبانيا، طب هي البرتغال تفرق عن اسبانيا؟ ما تفرقش كتير، وربما يكون منتخب اسبانيا اقوى من منتخب البرتغال. طب ما نجرب مع البرتغال، بيتجاوز البرتغال. يا ترى التجربه مع فرنسا هتكون عامله ازاي؟ هتبقى مختلفه خالص. عشان احنا خلاص اتعشمنا واللي كان كان. خلاص كده. هتبقى مختلفه. هتبقى مختلفة طبعا. منتخب فرنسا ستايل لعبه وكواليتي الخط الهجومي تحديدا مختلف لا عن اسبانيا ومختلف عن البرتغال. ولازم بقى فعلا وللاسف في ظل الاصابات الموجودة في دفاع المغرب في الماتش، الموضوع هيبقى اصعب بكتير قوي من الدفاع على اسبانيا والبرتغال. هنرجع نتكلم في التفاصيل والصعوبة والفنيات المختلفة والفروقات كلها، بس نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع الناقد الرياضي احمد شريف، خليكم معنا. عودة ال 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ احمد شريف الناقد الرياضي اللي منورنا ومشرفنا في حلقه النهارده، واللي وقفنا في الكلام معاه عند سؤال كانت بتساله نهاوند لحضرتك، كان ليه علاقه بالفروقات ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. الفروقات اساسا يعني فكره بقى انت شكل دفاعك، هل هتستمر كمنتخب مغربي او ستايل لعبك، هل هتستمر كمنتخب مغربي على نفس الستايل اللي انت لعبت بيه قدام اسبانيا والبرتغال ولا هتختلف؟ انا من وجهه نظري ممكن الاسلوب يختلف شويه. ليه؟ لان منتخب البرتغال ومنتخب اسبانيا الاثنين بيعتمدوا على كثره التمريرات، وفي النهايه هو في مهاجم صريح واحد. انا قوتي كفرقتين في خط النص وفي الاستحواذ على الكره وفي المهارات اللي عند اللعيبه بتاعتي. اوكي. ده مش موجود عند منتخب فرنسا. فرنسا ما بتعتمدش على كثره التمريرات، ما بتعتمدش على الاستحواذ. فرنسا سرعه، هيخطفك بتمريره طوليه ورا الباكين، امبابي ياخدها او ديمبلي ياخدها، بيروح يعمل عرضيه. اغلب الاهداف اللي سجلها منتخب فرنسا في النسخه الحاليه لكاس العالم عرضية. هي كره عرضيه لجيرو على الارض او عاليه، هو مميز في الاثنين للامانه. بتعدي بتلاقي الجناح الثاني سواء امبابي على الشمال او ديمبلي على اليمين، وجريزمان يعني برده مميز جدا في نقطه صناعه اللعب. ده ما كانش موجود عند اسبانيا وعند البرتغال. فبالتالي انت كمنتخب مغربي لو الاستحواذ معاك وبتحاول انت تهاجم والكره اتقطعت منك، مع البرتغال واسبانيا كنت بتلحق ترتد، لان هو في النهايه انت ممكن تعطل اللاعب او بتعطل اللاعب اللي معاه الكوره، فهو التمرير بيقف، نقطه القوه بتاعتهم ساعتها بتقف، فبيضطر يبني الهجمه من البدايه خالص. مع فرنسا لا، مع فرنسا هو مجرد ما هيسلم الكوره هيبص على الجناحين اللي بيجروا بسرعات عاليه جدا جدا جدا، يمكن اتنين من اسرع اللعيبه الموجودين في العالم دلوقتي، امبابي وديمبلي. كرة الطولية ورا الباكين انت مش هتلحق اصلا ترجع، انت هيبقى وشك للمرمى مش ظهرك للمرمى. طبعا. ودي في حد ذاتها بتبقى اصلا خطورة كبيرة جدا، ان اي كرة عرضية في اتجاه الستة ياردة انت نفسك كمدافع ممكن تسجلها في نفسك. وده بالمناسبة هو الجون الوحيد اللي دخل في المغرب بنفس الطريقة، الكرة من على الجناح اليمين العرضية والمدافع وشه المرمى، فبيلمس الكرة بتغلط ياسين بونو وبتدخل المرمى. ده انا شايفه ابرز فرق ممكن يكون موجود عند منتخب فرنسا مع اسبانيا والبرتغال، اللي ممكن بدوره يؤدي ان انت كمنتخب مغربي تحاول شويه ان انت تغير الستايل. ممكن في رايك ممكن يلجأوا للتكنيك المصري العتيق بتاعنا اللي هو بتاع ايه، دافع لغايه لما تشل العدو. عارف الفكر اللي كنا بنلعب احنا بيه قبل كده حتى في الفنوس اللي شاركنا فيها. قال لك دافع لغايه دي جديده دي، ابهرنا دافع لغايه لما تشل العالم. والله العظيم الهواد ابهرنا العالم، وكنت بتنكر ان مصر كانت يعني او المنتخب ده كان حديث العالم كله بالدفاع المستميت اللي كانوا بيلعبوا بيه وقتها. ما انكرش بس مع فرنسا هيبقى غلط. مع فرنسا هيبقى غلط اكيد. مع فرنسا يعني اغلب الماتشات اللي فرنسا ظهرت بيها بشكل حلو قوي في الكاس العالم ده كان قدام الفرق اللي بتدافع قصادها. Yeah. الفرقة الوحيدة اللي هاجمتهم
امبارح كانت هي الاقرب للفوز. وبالمناسبه انجلترا هي اللي ضيعت الفوز مش فرنسا اللي كسبت. امبارح انجلترا فعلا امبارح في ركله جزاء ضايعه في يعني هي مش ركله جزاء بس كانت فرصه خطيره وكان في شكوك انها ركله جزاء وما اتحسبتش. هي طبعا انا شايفها برضو ركله جزاء انا شايفها من بره. في كم فرص مهدره من ساكا ومن كين ومن ماونت حتى لما كان موجود في الملعب للمنتخب الانجليزي. انجلترا امبارح عملت كل حاجه في الكوره تحديدا كمان في الشوط الثاني. انت امبارح ما شفناش مبابي خالص. مبابي كان شبه مختفي امبارح بالظبط. ديمبلي كالعاده اللي هو بياخد الكوره بيجري مجرد بس ما المدافع حط رجله على الارض قدامه هو عطله. هي قوه ديمبلي في السرعه ربما يتجاوز المدافع بس هو لو قفل عليه هو ساعتها بيتلخبط. ديمبلي دايما بحس ان عنده يعني انا مشجع لبرشلونه فيعني ثقتي في ديمبلي قليله جدا جدا لابعد الحدود ان هو يقدر ان هو يخلص كره صعبه او ان هو يرقص مدافع في اتنين وبعد كده يقدر هو اوكي عنصر قوته السرعه فقط. هو هيعدي بس بعد ما يعدي لا هو ممكن يكمل بالكره لحد المدرج ما عندوش مشكله. انا بعاني منه في برشلونه من الجزئيه دي. فدي امبارح احنا انجلترا فعلا بالهجوم نجحت انها تخفي جزء كبير جدا من قوه مبابي. وكمان يعني ديمبلي ما كانش في افضل حال امبارح. انا بشوف ان امبارح انجلترا هي اللي خسرت الماتش مش فرنسا. يعني ده فرصه تديها او تطمنك الكلام ده يطمنا شويه عن المغرب يعني لو لعب بتوازن. انا مش عايز المغرب يدافع. انا يبقى في توازن ما بين هجوم ودفاع يعني بالظبط. طول ما انت بتضغط وفي برضه يعني نقطه المنتخبات دي بتتوتر لما انت تضغط عليها وتهاجم وتضيع. وشفنا امبارح منتخب البرتغال يعني بعظمته ان انت مجرد ما المغرب سجلت هدف وتوقيت الهدف كان طبعًا عظيم طبعًا. دقيقه 42 انت لخبطت له كل حاجه صحيح. هو جاي رايح يقولها في فتره الاستراحه صحيح. مجرد ما المغرب بدات تضغط وتهاجم وسجلت الجون لعيبه البرتغال فكت من بعضها الفرقه فكت. حتى لما كريستيانو بينزل كريستيانو بيستلم الكوره المدافع بيجي من ظهره بياخدها منه. ده كريستيانو اللي كان بياخد الكره هو عارف هو رايح فين وهيعدي من ده ومن ده ومن ده وهيشوط في الحته الفلانيه. لا حتى كريستيانو نفسه نازل مش في افضل حال ليه. لا كريستيانو في مرحله صعبه. حتى المدير الفني للمنتخب تحدث كان عنده تصريح يعني قاسي انا بشوف لما قال لك انا مش ندمان ان انا ما نزلتش كريستيانو ان احنا صحيح. يعني قدمنا كوره حلوه قدام سويسرا وما كانش في حاجه في داعي ان انا اغير اللعب امام المغرب ومش هلعب بقلبي او مش هختار بقلبي مش حاجه تحزن يعني اتكلمنا انا وانت بقى علينا اليوم ويسال على يعني كريستيانو هو صحيح مش حاجه تحزن قوي هو صحيح يعني بعيدا ان احنا ممكن نزعل على اسطوره طب. بحجم كريستيانو لحد الدرجات كريستيانو وجوده مش هيبقى مؤثر يعني في هقول لك على حاجه في عنصر السن في الكوره بيفرق واحنا لازم نعترف بنقطه يعني انا لو لعيب كوره وصلت لمرحله معينه وسن معين طبيعي مهما كان اسمي ومهما كنت اسطوره كيرف بينزل كيرف بينزل طب انت عندك حسام الحضري عندك ابراهيموفيتش على بدي محلي وبره حلو هقول لك عندك لا عندك اسماء كتيره عبد المنصف حارس مرمى حارس مرمى حارس مرمى وللامانه في كور عصام الحضري كان زمان بيجيبها ما لما وصل للسن طب ابراهيموفيتش ما كانش بيقدر ابراهيموفيتش مش مطالب ناخد كاس عالم بس ابراهيموفيتش مستوانا ما لم اشعر ان هو تاثر على فكره 42 سنه بجد مستواه كويس لعيب كوره بص هو حاله استثنائيه في كل الاحوال بالظبط هو لوحده كده في حته لوحده بالظبط وهقول لك على حاجه كل قاعده ليها شواذ طبعا كل قاعده ليها شواذ ومش شرط ان انت اسطوره في كل حاجه على مدار تاريخك ان انت تكون حاله شاذه في السن ده ايوه يعني ميسي برضه للامانه في ماتش الارجنتين ضد هولندا ميسي من الدقيقه 75 واقف في الملعب مش قادر يجري ياه 35 ده انا حاسه ان بنتكلم مثلا في 65 هي بالنسبه للاعب كره 65 هو في السن العادي احنا صغيرين يا جماعه لسه احنا صغيرين 35 يعني بالظبط هو في السن العادي في الحياه العاديه انت صغير بس عشان تنزل تجري 12 كيلو في 90 دقيقه مستحيل ايوه سن ال 35 او ال 36 ما يعني انا مش شايف حد بيقدر يعملها في كاس العالم ده الا مودريتش للامانه الوحيد اللي قادر ان هو فعلا يشيل ومركزه حساس اكتر من ميسي ومن كريستيانو يعني ميسي وكريستيانو في النهايه مهاجمين ربما يكون الفرقه اول ما بتعدي خط النص هي بتخدم عليهم وبتدور عليهم تديهم الكوره خد انت بقى اتصرف انت النجم صحيح تمام لكن مودريتش لا مودريتش هو اللي بيخطف الكوره وهو اللي بيبدا الهجمه وهو اللي بيصنع اللعب وربما يكون كمان بيسجل اهداف فالوحيد اللي قادر يعملها مودريتش اكيد
لو هنقارنه بكريستيانو وميسي، لعيبه عظيمه وكل حاجه بس مش كريستيانو أكيد. ومش ميسي. ميسي وكريستيانو مش قادرين يجروا، بيجي عليهم وقت في الماتش مش قادرين يجروا، بس مودريتش بيقدر ان هو يعمل حاجه. فلكل قاعده شواذ طبعا. صحيح. فكرك يعني النهايه هتكون الى اي درجه حزينه لكريستيانو رونالدو؟ سمعنا في الفتره الاخيره ان في كلام على تعاقد ما بينه وما بين نادي النصر السعودي، وسمعنا كلام بيكذب هذا الادعاء. يعني انت شايف، يعني لو انت شخصيا كنت مكانه ودي الشواهد بتاعه المرحله اللي انت وصلت لها، التصرف الامثل في رايك بالنسبه له يكون ايه؟ انا يعني رحم الله امرين عرف قدر نفسه. انا احب لما اخرج اخرج كبير. ما هي دي بقى، اخرج ما هي كبير دي. مع كامل احترامي للدوري السعودي، مع كامل احترامي للنصر السعودي وكل الانديه السعوديه وكل الانديه العربيه، انا خلاص انا ككريستيانو هلعب كاس عالم تاني؟ مستحيل. لا هو قال ده مستحيل. طبعا طبعا. حتى لو هو ما قالش، هل انا في مدرب هيجيبني وانا عندي 40 سنه عشان انا مجرد ان انا كريستيانو وانا بلعب في الدوري الامريكي او في الدوري السعودي؟ حاصل اهو. لا لما ادخل في الاربعينات بقى يبقى الموضوع مختلف خالص. لا مش هيجيب، عمره ما هينضم. لا هو دلوقتي 37. لا بتكلم على اللي جاي. انا بتكلم على اللي جاي. انا خلاص انا كاس العالم ده بالنسبه لي. لا سيبك من كاس العالم خلاص، احنا متفقين انه اكيد مش هيشارك في اي نسخه ثانيه، مش هيلعب كاس عالم تاني. طب هل هيروح ريال مدريد برشلونه فريق بينافس على دوري ابطال اوروبا؟ لا مش هيروح. لا يعني حتى لو نادي بيوصل لدور الثمانيه، هو كريستيانو السالري بتاعه اوفر كواليفايد على طبعا اغلب انديه اوروبا في الازمات الكورونا والحروب والحاجات اللي حاصله حوالينا دلوقتي، كل الانديه عندها ازمات ماديه. فمستحيل هيضطر ان هو يروح فين؟ حاجه من الاثنين، يا خليج طبعا يا اما امريكا. وهنا او هنا هو خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى، المتابعه انتهت، الزخم الجماهيري حواليه هي صوره بس اخيره من الدنانير. بالظبط. لا ما تعليش فارق معاه الفلوس، وهو مش على محتاج برضه البحر يحب الزياده. لا هو ما يخسر، ممكن تكون عند انما لاعب عنده مصانع وعنده شركات والحاجات دي. هو مش عايز ينهي المسيره باللي هو الوضع اللي هو فيه ده، يعني هو ده هيبقى الغرض الاساسي. هو غلط ان هو وصل لغايه الوضع ده اصلا. طب كان هيعمل ايه؟ ما هو مانشستر يونايتد كان عنده احداث كتيره جدا، وما كانش متوقع ان هو هيفضل كده، وان تاني هيجي هيحصل معاه مشاكل. يعني كان في حاجات برضه هو يمكن ما كانش شايفها، ما حدش كان شايفها بصراحه. كانت ممكن الامور تمشي افضل من غير التصريحات اللي قالها قبل كاس العالم. لا قالها مؤخرا يعني برضه. اللي هي قبل كاس العالم على طول الراجل دخل على كاس العالم، والمفروض ان انت تركيزك مع المنتخب، فبتطلع تهاجم الاداره، فبيجي قبل كاس العالم باسبوع. وكان في عك جامد الفتره الاخيره. هو ذهنيا مش حاضر. هو حتى مش هقول بدنيا بس، هو ذهنيا ان هو ياخد قرارات هو للاسف مش حاضر. دي حقيقه. احنا سعدنا بوجودك معانا جدا جدا، بشكرك جزيل الشكر. ويا رب ان شاء الله نلتقي على خير قريب، ونتكلم بقى في تفاصيل لقاء الفينال ما بين الارجنتين والمغرب ان شاء الله. قبل ما اختم، المونديال ده بتاع مين سريعا؟ امنيه اكيد اتمنى المغرب، بس انا شايفها ارجنتين ان شاء الله. طب انا اتمنى المغرب، شايفها فرنسا. هنشوف، نتقابل بعدين ان شاء الله. نورتنا يا استاذ احمد، شكرا ليك. هنروح فاصل وكريم هيرجع مع حضراتكم، وهيكون معاه لقاء مهم جدا في ملف صحي مختلف مع دكتور دينا ابو السعود. خليكم معانا.